صوته، وهي أمانة عند رب العالمين، وأنا عندي الاختيار إني أنتخب حد أو ما أنتخب. لا ما نعرض عليه، لو نعرض عليه أقوله آسف. ما حدا عرض عليه طبعاً، الصوت ضمير طبعاً، ما حدا. لو حدا عرض عليه شيء مش رح أسقط يعني، بس الله بيعلم شو رح تكون النتيجة بالنسبة للإنسان اللي عرض عليه، بس لحد الآن ما حدا عرض عليه. جاءت اللحظة يا من عرض، بس إذا عرض اللي الشخص اللي بيعرض عليه رح يعينه موجود. أول شيء بقى ننتخب ولا واحد نائب، لأنه كله على الفاضي، كل واحد نائب بنجح لمصلحة لمين؟ لأولاد عمه وأولاد خالته، هم اللي بيفيدوا، إحنا ما يفيدوناش. لم يعرض علي أي فلوس مشان الانتخابات، ولو عرض علي ما أقبل هذا الشيء، لأنه بيع لضميري، بيع لشهادتي. ما عرض علي ولا، حتى لو انعرض علي مستحيل أبي أصوت. لا لا لا، بفلوس لا، بس انعرض علينا أنه نشجع هذا الرجل. ولكن أنا بالنسبة إلي حقيقة مش حابب أشجع أي إنسان، لأنه ما في مجال يساعد اللي هو شجعه مصالحه لحاله. لا ما نعرض عليه فلوس نهائيا، حتى لو نعرض عليه راح أرفض رفض كامل قطعي، يعني ما، لأنه ما يعني إيش يعني فلوس مقابل صوت، مش صح يعني، لأنه النائب راح نفسه يكون مش صح.